السبب ديالها هبطت غير ضايفة عند اختي المدينة وبقات كتلعب مع الوليدات وداك الشيء. السبب ديالها طاحت، ملي طاحت طاحت على ديك الحجر ديال الريبان ديال المدينة القديمة، طاحت عليه. البنت ما علمتش اختي، ما قالتلاش انا راني طاحت وهذا باش تعبيها السبيطار يونو والو، خلات ديك الشيء هكاك، بقى ديك الدم كيتكبد ليها وهذا، حتى درت ليها كورة. تدوزت 3 شهور عند اختي في المدينة، نهار جات عندي بغيت نعومها لقيت ديك الكورة ديك هنا، قالت لي امي راني طحت، راني طحت وراه خرجت لي هاد الكورة هنا، لان ما كانتش عواله على لي ريم وداك الشيء. المهم جات عندي لهنا قالت لي انا شنو شنو دابا، راه قالوا لي ندير لي ريم في ابن رشد البنت وغادي يشدوها تنعس، هاد الشيء راه عندها ارجع. حنايا ما عندنا شراميد، البنيته ما دايرين لا شراميد، جرينا وجرينا وكافحنا طلعنا. دخلت بعد الابن رشد وفتحات وحيدت ديك الكورة، واحد دكتور الله يكثر خيره خلف عليه بلاصة العظم، الله يكثر خيره والله يعطيه صحته والله يكثر من مثاله، وقف معنا واستقبلني انا والبنيته ديالي انا والحفيظه ديالي وعاونني. كانت عنده عزيزة البنيتة، كان قابلها مقابلها حتى نهار خرجنا من عنده، تسالت سالت العملية وهو اللي فتح ليها مازال. الحالة ديالها، الحالة ديالها من شهر 8 وهي متبعة العلاج، والناس كانوا كيعاونوني وفتالي ما بقاش الناس كيعاونوني، ولكن راه بكل صراحة راه من شهر 8 وهما كيصيفطو كيعاونوني في العلاج ديالها، ولاني عياو حيت أنا ما عاودتش عملت شي أوديو باش غادي يجيو يدخلوا عندي المحسنين ويعاونوني عليها. من شهر 8 ديك المحسنين اللي كانوا كيعاونوني على آية هما اللي بقاو، ملي كيوصل الشهر ديال الحصة ديالها كنعيط ليهم وكيصيفطوا ليا باش كنعمل لها الشيمي. ايوا الله يكثر خيرهم الله يخلف عليهم الله يعطيهم صحيحتهم. ولي كانت هبطاتها خالتها مع المدينه الدار البيضاء المدينه القديمه باب مراكش، خرجت كتلعب مع الدراري، كاين ديك الديور طيحوهم تما ديال الريبان، الدراري دفعوها وجابوها على الحجر. هي ديك الساعات ما علمتش اختي بان راه طاحت، وراه ملي قلت لها علاش قالت لك ودي انا راني ما تقصحتش داك الشيء باش ما قلتهاش لخالتي، وهي عاجبها المدينه وعاجبها الدراري كتلعب معاهم في المدينه عاجبها الحال. ايوا المهم هي هذيك اش غادي نقول لك، ملي جيت انا صيفطت الراجل ديالي جابها مشيت نعاوم البنيته، ملي مشيت نعاومها لقيت الكره عندها كره خارجه ليها، قلت لها شنو هاد الكره هادي، هي قالت لك امي راني طحت كنت كنلعب مع الدراري ودفعوني وراني طحت. هي هاديك، ايوا قلت لها علاش ما قلتيهاش لخالتك، تعبيك الطبيب دير لك الراديو ديك الساعات بعدا ما تبقاش هاد الكره، ودابا الدم راه تكبت ليك والكره شو على كره كي دايره قداش. قالت لي راه ما تقصحتش ما قلتلهاش، هي هاديك انا عطيتها للبنيته ديالي مشات داتها للطبيب الدار البيضاء، انا ساكنه في سيدي الرحال، داتها للدار البيضاء دوزت ليها دات لها الراديو التلفازه. هذاك الطبيب شاف ديك الكره قال لا ارجو تمشي لابن رشد،
دريري الصغار، الطبيب ديال دريري الصغار السبيطار، مشات ملي داتها وداكشي شافتها الطبيبة كبيرة أستاذة، قالت لها ودي انت كتشوف هاد الكورة وهذا، الأستاذة غير شافت دوك البلايك وهذا عرفت اش داير، شافت عرفت شنو كاين، جات هي قالت لها ودي الكورة طاحت وخرجت ليها وهذا، قالت لها ودي هادي من الخير، راه عندها شي حاجة أخرى من غير الكورة، الكورة راه دارها الله سبب، جات في هاد الجهة في المؤخرة ديالها، وديك الحبوبة جات في هاد الجهة في المؤخرة ديالها، والله تعالى دار ديك الكورة سبب، باش تعرفوا بأن البنت مريضة، هي البنت راه عندها الحبوبة قديمة، ولكن هذا راه مرض صامت، ما غاديش تعرفوه، لو كان ما كانتش الحبوبة دابا الكورة وجبتوها لعندنا هذا ما غاديش تعرفوا شنو كاين. فعلا داكشي اللي كاين شدو البنيته، قالك بعدا ديري لها لي ريم وديري ليها تخلصي الصندوق، ديك الساعات هي البنيته ما عندهاش الفلوس، جات عندي قالت لها امي ها شنو راه قالوا كتنعس في ابن رشد وخصنا نديرو لها لي ريم وخصنا نخلصو الصندوق، البنيته ما عندناش حنا ما عندناش هذا الرميد، ما كاينش رميد خصنا نخلصو، وانا الوليدات مع كورونا وداكشي خارجين ليا من الخدمه، البنيته كانت كتخدم الشهر كامل ولات كتخدم غير 15 يوم، سيمانه هي سيمانه لا، كانت معاوناني الراجل كيخدم غير سير بيه في القهوه في صيدار حنيت، داكشي اللي قسم الله كناكلو بيه كيصرف علينا، باها كانوا نقصوه حتى هو من داكشي ديال الطاكسي كيسوق الطاكسي الحمر نقصوه، ايوا هادشي اللي كاين الوليدات ناقصين من الخدمه ما كاينش شي، البنيته ما عندهاش رميد حيت الوالده ديالها ولداتها وحطاتها في السبيطار ما حطاتش السميه ديال باها، ما دارتش بان السميه ديالو الكنيه ديالو حطات هي سيليباتير، ملي كنمشي دابا كنبغي نجيب لها الورقه باش ندخلها للمدرسة كيقول لك اودي لا ما حطتش الولد ديالك والسميه ديالو، دابا خاص امها اللي جات ولدتها هنا هي تجيب لا كارت ديالها وتخرج عقد زياد البنت، وانا عييت من هذاك السبيطار مشيت النوبه الاولى والثانيه والثالثه، وهاد العام والعام اللي موراه تنيت الوالده ديالها ياك ما تبان، والبنيته دابا تبارك الله راه كبرات واللي قدها دابا راه كيقراو في الرابع، والبنيته ضاعت من القرايه، ضاع لي 4 سنين ديال القرايه اللي ضاعت فيها، كنتسنى امها دابا تجي هاد العام جبت لنا الورقه، دابا تجي العام الثاني العلم لله واش هي بالحياه ولا ميته، الله اللي عالي وعالم، لان انا كنشوف ما كاين شي زعما حتى القطاره كتولد الوليد ديالو كتهزو بين سنانها، وزيدون راه شافتني انا عملت الاوديو شافت البنيته ديالها راه تقدر زعما تجي عندنا ولكن ما بانت شي، والله اللي عالي وعالم ما نعرف الله اللي عالي وعالم واش هي باقا بالحياة ولا ميتة، دابا حنا في شهر 8 بدينا ليها العلاج، واحد الشهر كنت انا بديت من عندي انا ومن عند الوليدات وداكشي عملت ليها شهر واحد، الشهر الثاني عيط لي الماجور باش نمشي نديها، وصلنا الموعد ما لقيتش باش نعمل لا ما نقتل هذيك الشهر، هي فاش عملت لك الاوديو والناس كانوا كيعاونوني عليها، الناس كيعيطوا ليا وكيعاونوني عليها كلهم المغاربه الله يكثر خيرهم الله يخلف عليهم، وهذه ماشي بنتي انا وهذه بنت المغرب كامل، بنت المغاربه كاملين وما تخلاوش عليا، وكيعيطوا وكيسولوا عليها كي دايره كي بقات وكيف راها، زعما في الحقيقة ماشي زعما راه بحال العائلة، حنا ولينا بحال العائلة، وهما مشاو 8 يوم متبعين معايا، وأنا غير كيوصل لي العلاج 3 أيام و4 أيام كنعيطلو، وكيصيفطو لي مساكن، كيصيفطو لي مكملين، غير هما مساكن راه معايا، خصني دابا أنا شي محسنين أخرين اللي غادي يدخلو باش يرتاحو مساكن هادوك الناس، ياك فهمتي، راه معايا مساكن هادي عام دابا تقريبا من شهر 8 راه غتكون شي 7 شهور ولا 8 شهور، والدراسة هاد العقد الزياد والو ما كاين شي، هاد العقد الزياد ما بغاش وداك قالك تجي امها تجبد الورقة تاع العقد الزياد،
وانا رجلي مرادين، كل مره كنت مغادا عندهم، كل مره والو ما كاين شي. هو مشى عمل ديك ثبوت الابوه دارها وتفعل المحكمه، ولكن ملي جا باش يصايب الحاله المدنيه وداك الشيء قالوا له تجيب عقد زياد من السبيطار. دابا حنا حفات لينا في السبيطار، هاد الشيء فاش كان جبدت الورقه من السبيطار وكانت صايبت البنت الحاله المدنيه ديالها. دابا كيفاش كدوا؟ وسيدنا الله ينصرو ديما في التلفازه كيقول لك اودي ديروا المساعده للناس باش يديروا الحاله المدنيه لوليداتهم، ولكن هما ما كاينش. ملي كتمشي تبغي تجي تشوف شي ورقه في الاداره ولا هذا كيعكسوا معك، ما كاينش والو. ومره سيدنا الله ينصرو والله يحفظه لينا ويخليه لينا سيد ربي الحبيب، راه ديما كيدوي على الحاله المدنيه كيقول لهم تساعدوا مع الناس على الحاله المدنيه، يصايبوا وليداتهم الحاله المدنيه. دابا السكينه ضاعت 4 سنين ما سهلاش، البنيته تقدر كيقرا في المتوسط وهي مسكينه والو ما دخلتش حتى التحضيره والو ما كاينش. الناس كنعيط ليهم، دوك الناس اللي عندي من نهار الاول كنعيط ليهم كنقول لهم راه بقات لي يومين او 3 ايام باش دخلت ناس وكنصيفطوا لي مسكن باش كاين. كل واحد داك الشيء اللي قسم الله كنجمع على العلاج ديالو كنمشي كندخلها كتناس حاطه التاريخ هكاك هذا وصافي، حيت ما عندهاش رميد هي كتخلص ياك فهمتي. وكاك الرميد غادي يكون عقد زياد ويكون هي ما عندها رميد كتخلص داك الشيء ديالها. ايوا والحمد لله على كل حال الحمد لله. الطلب ديالي المحسنين يدخلوا يتعاونوا معي على هاد البنيته جزاهم الله خيرا، الله تعالى هو يجعلوا لهم في الميزان مقبول في ديك الدار. وما هادي راه دايزه باش ما عطا الله، حنا غير ضياف كاملين، ها ضياف داخلين من هاد الباب وخارجين من الباب اخر. انا كنطلب من المحسنين يعاونوني وشي واحد يتكلف لي بالقرايه ديالها، بعدا يدخل بعدا مسكينه غير تفقها شويه بعدا يعاونني عليها على القرايه ديالها. شي محسن يكون لاباس عليه اللي غادي يتكلف ليا بالقرايه ديالها يخلصوا الله تعالى جزاه الله خيرا. هو هادشي اللي كاين. وما في الحقيقه المغاربه ما تخلاوش عليا، كانوا كيعيطوا كيسولوا عليها وعاونوني في الاول، كانوا كيعاونوني وهذا، ولكن راه من شهر 8 لهنا راه بزاف مساكن راه هي باقا متبعه العلاج دابا. باقا متبعه العلاج ديالها. كلهم اللي عاونوني انا كنطلب الله تعالى يحفظهم ويحفظ لهم وليداتهم ويصلح لهم الله تعالى الوليدات ديالهم ويجعلهم داك الشيء اللي داروا مع ايه في الميزان مقبول في ديك الدار ان شاء الله الرحمن الرحيم، يخلصهم الله تعالى جزاهم الله خيرا. طلب ديالها غير باش نكمل العلاج ديالها ان شاء الله تتبرى لينا وتصح لينا، هذا الشيء اللي بغينا وصافي هذا الشيء اللي كاين. وتقرا مدرسه شي محسن اللي يتكلف لي بها بالدراسه ديالها، دخل بنيتها مسكينه ترقاه وتقرا هادشي اللي كاين صافي هادشي اللي كاين.